رانيا يغن. رانيا مصممة أزياء سورية والاسم البارز بالتصميم لمشاهير بسوريا مصر ولبنان، بتحكي عن مجموعتها الجديدة. أهلا وسهلا فيك رانيا، شرفتينا لليوم. أهلا، كيفك حبيبي؟ نحن كثير منيح. أهلا وسهلا. هلا وغلا. هلا رانيا، اشتقنا لك كثير. ميتو، اشتقنا لتصاميمك الحلوة. أكيد ما بتغيب كثير طبعا. أنا اشتقت لكم كثير كمان، وكنا ناطرين لأكثر من فترة نطلع نحكي عن الكوليكشن وعن الشغل اللي كان صار، واللي كمان الكوليكشن الجديدة اللي عم تنعمل، والألوان والترند والأكثر من شيء مشغول بالنسبة للنيو كوليكشن. بدنا نحكي معك التفاصيل اليوم أكيد، بس قبل ما نغوص بالتفاصيل أكثر بدي أعرف منك هيدا الكوليكشن بشو بتختلف عن كل شيء قدمتيه سابقا. هلا الكوليكشن الجديدة عم بعمل كابسول كوليكشن للوينتر، عم تنشغل ليذر، عم بينشغل جاكيت، عم بينعمل الدريسز الفيلور طبعا كتير ترند بالقماش، وعم اشتغل كتير على الفيدر لانه كتير ترند. صحيح. اذا شفتوا كل دور الازياء الكبيره. صحيح. وحتى المنه الكبيره كلها عم بيشتغل فيدر وكالر. السنه في كالر كتير. حسيت، بتعرفي كنت عم بعمل جوله هذيك المره على السوشيال ميديا لاعرف شو دارج للشتويه، شفت انه الالوان كتير صاخبه لهالشتويه رانيا، كتير. من اورانج لفوشيا لبلو سيال بالكوتس باللبس بكل شيء. انت مجموعتك الجديده كمان الوانها صاخبه او هيك؟ أنا كتير هلأ عم بعتمد فيدر وألوان سامبل، يعني أنا معروفة بالبراند تبعي بالهاند ميد، وهيدي أهم شيء، وانشهرت البراند تبعي رانا موضة بالهاند ميد. إن كان السمر كوليكشن اللي بتضل، وغير إنه مو بس سمر، أنا ممكن أعمل الكم الطويل بس يكون مشغول هاند ميد، هيدا بيسك عندي، البراند انشهرت بهيدا الشيء. الشتاء بحب أعمل كابسول كوليكشن تكون مختلفة، فهلأ بدي أعتمد اللون السادة معتمدتها، الألوان اللي هي ترند اللي تبع الوينتر، إن كان تدرجات الأحمر لأنه كتير موضة، الأحمر الكرزي، الأحمر الفائع، الأحمر المطفي شوي، بعدين الأخضر، الأخضر الزيتوني كتير ترند، شو بحبه هيدا الأولي. الأخضر الثاني، بعدين عندك الأزرق، في الألوان الأزرق بيزا مسمينه، أزرق ليلكي، أزرق، في ثلاث أربع درجات للأزرق، وطبعا الفوشيا، الفوشيا طاغي بطريقة فظيعة. لمين بيلبقوا هالألوان؟ خلينا نقول لأي ستات، لأي امرأة جريئة. صحيح. أنا بقول لكي بس بدي قلك على حسب شو الديزاين وعلى حسب القصة وبيلبقوا. لأنا بالنسبة لإلي ست، لا يعني ما في عمر بيوقفها انه تكون متابعه للموضه والقصه شو المناسبه لإلها. اللون انا ما بقول مره كبيره ما لازم تلبس لون، بالعكس انا بتعطي انرجي، بتعطي طاقه، بتعطي تفاؤل كثير كثير. لون الاورنج كثير موضه، الاصفر كثير موضه، الجراي والبيج كثير موضه، بس يعني دور الازياء هلا بتسافري عواصم العالم، وهلا في الفاشن ويك ميلان لباريس، بتلاقي الواجهات العروض كلها، الواجهات تبع بيوت الازياء كلها كولر، وكثير بتعطي تفاؤل وكثير بتعطي فريش. صحيح. صحيح. رانيا، كيف بتحرصي على انه تفاجئ الجمهور، تفاجئ الجمهور باستمرار بكل كولكشن؟ صحيح بصمتك واضحه وموجوده، بس في مفاجأة كل مرة بكل كولكشن. اي بحب هيدي كثير اعملها، لانه بس بتضل الايدنتيتي تبع اكزاكتلي بتضل بصمتك واضحة. هيدي البراند تبعي رانيا، تبع البصمة تبعيتك، بس انا بحب اعمل كل مرة اعمل شيء مثل ما قلتي فاجئهم بشيء. يعني هذيك الشتوية عملت الكوليكشن الليذر جاكيت اللي وقتها الهاند ميد رسامة، عملت كولابريشن أنا ورسامة، فكانت الرسومات كأنه حية 3D فطالعة، يعني وقت بلشت مثل البوب ارت قصدك، يعني بس عم بينعملوا على جاكيتات على جاكيتات عم بيطلعوا كثير حلوين. المانتو كانت بالسعودية بأنا عربية عملت ضجة، وحتى بدبي حكينا عنهم وصورنا فوق كمان. صحيح. فكانت كثير حلو. هلا عم بسعى بدي اعمل هيدا الخط بس مع شغلات جديدة، ان شاء الله بحلقة ثانية حيكون جاهزين تصويرهم لأنه لسه ما خلصوا، بس كثير حلو وكثير الترند كثير ماشيه مع الترند ومع الالوان. أوكي. وحتكون
كابسول كوليكشن منها كبيرة. قد ايه رانيا اليوم عبالك انك تصممي مثلا للشباب والصبايا مثلا ترندي لوكس، خلينا نقول عم تروحي للكاجوال اكثر او عم نروح للهوت كوتور اكثر؟ لا انا ريدي تو وير، انا مور كاجوال، لانه انا بحب اللي الست المعاصره اللي هي اللي بتحب التغيير دائما، ايوه الكوكيت والسكسي، وبنفس الوقت براعي الاوزان والاحجام. يعني انا كمان معروف البراند عندي، الخط تبعي المشهور فيه انه انا ما بعذبها للكلاينت، اتس فري سايز. اه نايس. سو بتلبس كل القياسات، فبتنبسط المره المليانه والضعيفه، المليانه والضعيفه عم بتلاقي عندي، ان كان كوليكشن رمضان نفس الشيء عم بينبسطوا، يقولوا لي شو القياس، فببسطهم بقول لها اتس فري سايز، اتس فيت اول سايزز. فهيدي قليله لما بتلاقيها براندات، انا عم بكون اتميز بهيدا الشيء بالبراند تبعيتي. لنحكي شوي بالعبايات. تفضلي. وذوقك بالعبايات وحبك للعبايات. قد ايه صممتي عبايات وقد ايه اساسا داخلين باللاين تبعك؟ غرامي انا لاني بنت السعوديه، يعني انا تربيت الخليج، فانا بحب الست الكلاس الشيك الدلوعه اللي تلبس الحرير والكريستال سواروفسكي وشكل ايد، هدول غرامي، قطعه مميزه اصلا انشهرت بالخليج كثير فيه وحتى باوروبا. شوفي هلا وقت كنت بموناكو يمسكوا القطع، اخذت معي الكوفتانز المفتوحين، ما بتتخيلي. طب صار في عبايات ترندي رانيا؟ طبعا حبيبي، عم بلبسهم بالصيف. حتى للعبايات عم تلبس فوق السويمينج سوت، فوق الشورت، فوق الجينز، اتس فيري ترندي. الكوفتانز هيدي كمان نقطه كثير معروفه فيها انت، انه القطعه ممكن تنلبس تعمل لها ستايلينج على البحر وتعمل لها ستايلينج كمان بالايام العاديه. كثير اللي اشترى من عندي الكوفتان تبع رمضان، شو فيهم بكان وبايفيزا بسانتروبيه على البوك، قالوا لي لا 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 الكوليكشن رمضان تلبس على الميلتين 100%. هلا عم تذكري موناكو وسانتروبي وايبيزا، بدنا نذكر كمان سيلبريتيز لبسوا من عندك كثير، هن بيقصدوكي عاده رانيا وقد ايه بيعذبوكي؟ يعني اذا قصدوا رانو مودا هن عارفين انه حيلاقوا طلبهم، او بيقصدوكي لانه تفهمي عليهم اكثر ورح تعطيهم اللي بدهم اياه؟ هلا انا في سيلبريتي بعرف بيلبق لهم هيدا الستيل تبعي. هلا في سيلبريتي وصلتهم القطع اللي عندهم بس لسه ما نزلت الصور، ما بدي اذكر اسمائهم، بس هن سيلبريتي كثير مشهور بعرف بتلبق لهم، لانه انا بيلبق للست السكسي والست الحلوه، وتعرف كيف ستايلت تبرز القطع. انا بالصيف يعني في كثير اخذوا مني، بس في منهم ستايلس عم بياخذوا مني مثلا ما بعرف ماخوذه لمين قطع، بشوفها ملبوسه بعدين. عرفتي؟ وفي ناس يعني كمان في اي بي كلاينت بياخذوا كمان ما بعرف، ما بيبعثوا لي انا صور. مؤخرا هالصيفيه خاصه كله كان مسافر. صحيح. وكله كان مشغول من بعد هالسنتين تسكير وكورونا. بس طبعا دائما اكثر وحده الكوليكشن كلها عندها ساندرا رزق. مزبوط. يعني من وجهه نظري انا تعرفت عليكي من ورا ساندرا رزق. ساندرا بتحب البراند كتير وبتلبسها كتير، وهي يعني هي دائما سبورت للبراند وبيلبق لها ما شاء الله، خاصة لونج دريسز. صح، لأنه هي طويلة. وكنت عاملة قطع تو بيسز لبستهم كمان بمصر، هدول كتير عملوا ضجة. نوجه لها تحية أكيد لساندرا رزق من العيلة. I love you، واشتقت لك ساندورا. بدي أعرف منك رانيا قد إيه عم تشتغلي على السوشيال ميديا، على إنه ستايلس مثل ما ذكرت انه يلبسوا مشاهير، بالعكس لينذكر اسمك اكثر واكثر، وليكون في براندنج لاسمك بالسوشيال ميديا. انا كثير بحب السوشيال ميديا، حتى باكاونتي ماي اكاونت، كيف الستايل، كيف السفر، كيف طريقه ترتيب القطع، انا كثير بهتم وبتابعه بايدي، يعني ما بسلم حدا. ما بسلم حدا، لانه انا بحب حتى الكونتاكت مع الزباين تبعيتي، بفهم لهم، بتقلي شو بدها، شو المناسبه، حبيت هاي القطع، كيف حتى الريلز، انا كثير عم بشتغل ريلز، كثير عم بحبهم، كيف الترند الميوزك، كيف عم بتنزليها مع انت القطع. انت بتعمليهم شخصيا او اتليست في انه مثلا في حدا شخص بيساعدني، بس انا كثير بتابع، بيعمل لك مونتاج على الريل، كثير بتابع ديتيلز، كثير بحب الديتيلز بهدول القصص، والعالم بتحب التلقائيه. صح. وتخيلي انا بشوف تفاعل وقت انا بكون مصوره على مرايتي،
اكثر من الفوتوشوت طبعا بتعب قد ايه بتعب على الفوتوشوت بيحبوا بس الديزاينر هو اللي يعرض القطعه وكانه بيعرضها بغير طريقه اساسا انا بصور قطعي حتى بالفوتوشوت صوره بكون انا هالمره عملته بمطرح ببيروت العالم كلها افتكرت انه انا عملته بجريس عم يفتكروني عملته باليونان اوكي وانا بصورته هون ببيروت الفوتوشوت اللي عملته ليه بحس انه رحتي شوي على البترون او هالمناطق سامر كولكشن خلينا نشوف الكولكشن عبر الصور يلا هلا لا يجهزوا الصور ما زال عم نحكي عن السوشيال ميديا قالوا لي انت بصورتيهم باليوناني يا عمي لا بيروت ما شبكهم كانوا بيقولوا لي في شيء ولا ما في شيء كله بيطير العقل شوفي الاسكيرتس على فكره هدول هلا وقتهم عم بيلبسوهم مع شوميز بيضة كم طويل في اكثر من البراندات العالميه بتضل عم تشتغل الفلاورز انا بحب الفلاورز حتى على الشتويه في الفلور اللي فيه معه فلاورز عم نحكي دولتشي جابانا دولتشي جابانا انا ما حبيت اذكر بس هو دولتشي جابانا انا كثير بحب البراند دولتشي وقصاته فشوفي القطع فكلهم افتكروني انه انا مصورتها بجريس هو هون بيروت عم نحكي منطقه شكا وهالمناطق بيبلوس بيبلوس صحيح بس كان كتير حلو عملت ريلز كتير حلوين عملت فيديوهات كتير حلوة هلأ على سيرة السوشيال ميديا كمان نحن وعم نشوف الصور رانيا صارت معروفة وترند انه كتير عم ينباع اشياء اونلاين اكيد هيدا الشيء بيأثر على المصممين او بالعكس كمان بيستفيدوا انا اساس البراند تبعي ام اونلاين صحيح وعندي الويب سايت تبعيتي ومؤخرا نزلت البراند بمحلات كبيرة بالعواصم المدن العربية بالقاهرة بمحل كتير مهم بدبي كمان بمحل كتير مهم يعني انا عم بسعى انه البراند وقت تكون متواجده اذا ما انا حبيعها او ما حتكون ضمن الويب سايت او على ثرو الانستغرام تكون بمحلات المستوى تبع البراند بالعكس تحافظ وتعلي أوكي. لانه بدي الكاستمر اللي بيفهم انا وقت اقول اللي بيقدر بس الاليت شو عم بشتغل لانه فيه تعب الهاند ميد كمان اتس وان بيس اور ماكس حتى اذا في قطعه ثانيه مستحيل تكون مثل الثانيه يعني الحلو رانيا انه السيده اكزاكتلي السيده بتكون يونيك مش انه مثلا راحوا على مناسبه لقيت خمسه لابسه مثلها يلي هي بتقهرها للمرأة هي متعودين عليها من الخليج لانه هيدي الست الخليج كانت من يوم يومها بتحب قطعة واحدة هي فقط يونيك مزبوط. يونيك فأنا بحب هيدا الشيء ولأنه أنا بطبعي إذا بشوف حدا رايح يمين أنا بحب روح شمال بس هيدا الشيء متعب رانيا يعني من وين الأفكار ومن كتير. وين كل هال كرياتيفيتي بدك تضلك دايما أبديتد قال أنا بسفري بثرو الإكزيبيشن اللي بنعملهم الشغل أو وقت أنا سياحة كل ما لعينك ما هو ديزاينر منين بيجيب أفكاره صح. انت بتشوفي ذوق العالم شو تفكيره شو بتحب أنا كتير براقب بس العالم هلا عم بتروح للسيمبل كتير رانيا بس إن كان الشباب أو الصبايا لكي بس السيمبل كتير موجود كتير صح أنا بدي أتميز أنا عم بكون مليان في كتير ديزاينر ببيروت ما شاء الله كله مزوق في كتير براندات في كتير ديزاينرز عم ينزلوا قصات كتير حلوة أشياء كتير مميزة أنا عم دور على دايما شيء مختلف بصراحة تسرقي أفكار من بعض المصممين العالميين حياتي كل الديزاينر تستوحي نحن نستوحي لأنه في قصات بتنزل ما هي بيوت الأزياء الكبيرة هي اللي بتطرح الخطوط العريضة إن كان قصات إن كان ألوان نحن منستوحي منها طبعا قد ما كبرتي بتضلك في الأساس هن كأنه بيعملوا بالات عالمية إنه متى هالسنة في ساك الساكيت الكبيرة بدها تدرج ما هي بيتفقوا سنة الجاي صغيرة بيجتمعوا اللي هن بيحطوا الموضة بيجتمعوا كان البالات تبع الكولر أو القصات أو الأطوال طول بس صرنا احنا تقريبا 4-5 سنين كل شيء موضة أنا بس حابة أعرف هالشتوية ليش المصممين مصرين على الماكسي وعلى كثير خنق يعني لكي في ماكسي ماكسي لأنه كلاس في قصير قصير لكي كلاس. بس لك في قصير قصير في ماكسي ماكسي صح. في كل شيء عم اقول لك في كم طويل وهيك في سان بروتيل في كل شيء عنا طبعا البيات لساته مستمر طبعا طقم بيات كامل كله. فستان بيات مع الفدر يعني
بكل شغله بتشوفي الفذر. ما بقى حدا يقطع مرور الكرام رانيا. في صوف مع فذر، الجاكيت الجينز مع فذر، كثير هي بيوت الازياء العالميه الكبار عم نحكي. بنهايه حديثنا رانيا بدي اعرف منك اذا فتت بشق الاكسسوار، كل شيء شوز، كل شيء هاتس. بعمل شوز بالصيفية، عملت شوز كثير طبعا. في دائما اللي بعملهم هاي هيلز كرمال تحت الشوز، تحت الدريسز الطوال، فكتير مريحين كرمال الصيف والبحر اللي هن بيجي الوجز يعني. هدول كثير موضه مع ترانسبيران، هدول من شهرت فيهم كثير، بعملهم دائما وكل زبايني. بالشتويه في بوت عم بعمله كمان يكون مريح هاي هيلز ومريح باللبس مع اكثر من شيء. بيبقى نقول لك موفقه يا رب، وانبسطنا فيك مثل العاده. انا انبسطت فيكم، وان شاء الله المره الجايه بتكون عنا الصور النيو كولكشن تبع الوينتر. بيرفكت، شرفتينا يا رانيا.